فيلم بلو بيتل يا جماعة توفر بجودات عالية، تقدر الآن تتابعه لو ما سنحت لك الفرصة انك تتابعه في صالات السينما. الفيلم جيد وممتع ومش بالسوء اللي وصفوها الكثير. اوكي لا تتوقع مرة كثير، بس برضو لا تتوقع القليل. الفيلم دفعوا فيه حوالي 120 مليون دولار امريكي، غير فلوس التسويق والامور الثانية، ها عارفين كذا الجانبية، نظبط فلان يعطي فلان، ها زبطنا يا ولد وانت اعلن وانت مدري ايش. ومع ذلك يعتبر الفيلم فاشل في شباك التذاكر العالمي، لأنه ما قدر يجمع إلا 122 مليون دولار. سوي فيلم تخسر عليه مئات الملايين وفي الأخير ما يجيب خسائره. على كل الفيلم توفر بجودات عالية، تقدر تتابعه، وما نقول إلا الله يهب لكم يا دي سي مدير صاحي. أنا عارف شو قاعد يسوي جيمس جان، وترى جيمس جان شخصيا كان يسوق للفيلم هذا، فلا تقولوا لا جيمس جان ما له دخل دوب واستلم الكفة. لا لا، جيمس جان يتحمل جزء كبير من مسؤولية خسارة هذا الفيلم. والممثلة ليلي جلادستون في فيلم The Killers of the Flower Moon راح تترشح رسميا للأوسكار عن دورها في هذا الفيلم كأفضل ممثلة. وبكذا يا جماعة يفترض إنها راح تكون الممثلة الأمريكية الأصلية الأولى اللي تترشح عن هذه الفئة. لما أقول لك أمريكي أصلي معناته سكان أمريكا الأصليين واللي يقولوا لهم الهنود الحمر. اللي بقوله لكم يا جماعة، قد ما قرأت من آراء أولية لدورها في هذا الفيلم، الكل يثني عليها بشكل مرة جنوني، وغالبا غالبا لها فرصة جدا كبيرة في إنها تجيب الأوسكار. وعلى طاري كيلرز أوف ذا فلاور مون يا جماعة، برضو ليناردو دي كابريو راح يترشح للأوسكار عن دوره في هذا الفيلم كأفضل ممثل. الجميل في الموضوع ايش برضو يا جماعة، لما قرأت في الانترنت الاراء الاولوية حول اداء ليوناردو دي كابريو في هذا الفيلم، معظم النقاد ومعظم المراجعين اللي سنحت لهم الفرصة انهم يحضروا العرض الاولي لهذا الفيلم وصفوه بانه واحد من اعظم الاداءات اللي قدمها ليوناردو دي كابريو في مسيرته. والثناء والمديح هذا يا جماعة ما هو شيء جديد على ليوناردو ولا كيف؟ فهل يا ترى يا جماعة نشوف ليوناردو دي كابريو بجائزة الاوسكار الثانية معاه هذه السنة، بحكم انه لعنة الأوسكار انفكت عنه من فترة طويلة؟ وبما أننا تكلمنا عن فيلم The Killers of the Flower Moon للمخرج العظيم مارتن سكورسيزي، أحب أقول لكم إن الفيلم قادم يوم 20 أكتوبر من هذه السنة، يعني بعد شهر تقريبا. أربط حزامك، اتجهز، أنت أمام فيلم عظيم من أعظم أفلام هذه السنة بإذن الله راح ينزل هذه السنة. قاعد تقول يا وجي؟ لا من جد يا جماعة، أي فيلم لمارتن سكورسيزي روح تابعه وانت مطمن. اذا انت تعرف اجواء مارتن سكورسيزي بتعرف انا قاعد اتكلم عن ايش. ومسلسل ون بيس الحي يا جماعة يحصد مشاهدات تجاوزت 50 مليون مشاهدة. يعني حرفيا لو المسلسل نزل في السينما بطريقة ما، اوكي ما بينزل، لكن لو نزل بطريقة ما في السينما على عدد هذه المشاهدات كان قفل مليار دولار بالراحة. شكاشي. وبما اننا تكلمنا عن مسلسل ون بيس الحي ومسلسل ون بيس الواقعي، احب اقول لكم انه المسلسل تم تجديد. ياب الخبر نزل من فترة بس لازم أقوله لكم، موسم ثاني من مسلسل ون بيس الحي راح نشوفه، وكمان ربما ثالث ورابع وخامس، يمكن لين نهاية القصة بيظل ينزل المسلسل، ما أدري على حسب. بس واضح إنه أودا متحمس ونتفليكس متحمسين، لأنه ليش لا، نتفليكس تستطيع وأودا مرة فاضي ما عنده شغل أبدا، ما عنده مانجا يكتبها ويقفل القصة تبعه اللي لا عادي عادي، أودا فاضي ونتفليكس عندهم فلوس ليش لا، انطلق بالتوفيق. وفيلم جديد للممثل نيكولاس كيج يا جماعة قادم، واسمه دريم سيناريو. اعتقد والله اعلم انه بيكون واحد من اكثر الافلام المثيرة للاهتمام هذه السنة، او على الاقل بالنسبة لي وبالنسبة للناس اللي تحب الافلام من النوع هذا، الافلام اللي فيها لحسة مخ. وحرفيا الفيلم فكرته مرة مميزة وتلحس المخ الى حد معين. قصة الفيلم عن شخص يلقى نفسه قادر على التواجد في احلام معظم البشر حول العالم، مش هو يحضر، لا هو ما يدري، بس الناس كل ما يشوفه في الشارع يقولوا له هاي انا قاعد احلم فيك، هاي انا شفتك في حلم، اي تعال انت شفتك امس في الحلم عندي وش تسوي. فجأة كذا كل الناس تقريبا في العالم صاروا يحلموا فيه، ليش ما حد داري؟ وهذا اللي بنكتشفه في الفيلم. انا ما ودي ارفع سقف طموحاتي صراحة، لانه دائما لما ارفع سقف طموحاتي يخيب، ولكن بتحمس للفيلم بشكل مرضي ومنطقي، لانه فكرة الفيلم صراحة بالنسبة لي من الافكار اللي تجذبني، واللي متابعيني من زمان يعرفون اني احب الافلام اللي فيها لحسة مخ. عموما يا جماعة الفيلم قادم يوم 10 نوفمبر من هذه السنة، يعني شهرين حاجة زي كذا. وكيانو ريفز يا جماعة يقول انه طلب من طاقم صناعة فيلم او سلسلة افلام جون ويك، قال لهم يا جماعة بليز اقتلوني في نهاية السلسلة،
اقتلوا جون ويك في نهاية السلسلة. لك أن تتخيل أنه بطل سلسلة جالسة تضخ مليارات الدولارات حول العالم قاعد يقول لهم اقتلوني يا خلاص كفاية حلب. حتى كيانو ريفز شخصيا طفش قال لهم كفاية جون ويك يا جماعة خلاص كفاية الله يخليكم. ويبدو وللأسف الشديد يا جماعة أن حلم المليار دولار لفيلم أوبنهايمر بدأ يتلاشى، ولكننا اقتربنا من المليار. اوكي مره قريبه، مره قريبه المليار، خلاص ما عاد بقي الا شويه ملايين. شويه ملايين على اساس انها مره بسيطه، لا بس في 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 عالم صناعه الافلام هي مره قليله وقابله للتحقيق. ولكن بما انه الفيلم خلاص تم عرضه في صالات السينما من فتره طويله، فايراداته صارت مره منخفضه. المليار مره صعبه، مش مستحيله بس صعبه جدا صعبه، الا لو صارت معجزه كده وقفل المليار. الفيلم الى الان جاب 925 مليون، باقي 75 مليون بس، which is رقم مره ممتاز. ولا كيف فيلم سيره ذاتيه، تخيل ومدة 3 ساعات ويجيب 925 مليون، هذا لا يحدث كل يوم يا جماعة، ما يسويها لكريستوفر نولان. والجزء الرابع من سلسلة أفلام المرتزقة أو إكسباندبولز، أكون صريح معاكم، الجزء الأول من هذه السلسلة أنا تابعته وعجبني، أكشن وكذب وشخصيات مرة رهيبة كذا كثيرة متجمعة في فيلم واحد، ليش لا؟ حاجة تستمتع فيها وتمشي. الغريب إنه الجزء الرابع هذا نزل وأنا مش داري إنه نزل أصلاً، أوكي أنا عارف إنه له تاريخ صدور بس من كثر ما الفيلم مهمل تسويقياً نزل وما حد دري عنه. تسويق الفيلم مرة سيء، وسلسلة كبيرة زي إكسباندبولز لها جمهور كبير، أوكي مش مرة كبير بس في جمهور يحب السلسلة هذه. عموما الجزء الرابع نزل في صالات السينما كذا فجأة، إكسباندبولز في السينما أيوة، كم جاب؟ أكيد جاب 20-50-60 مليون زي كل مرة، لا ما جاب إلا 8 مليون، مش كذا 8 مليون، وميزانيته كم؟ 100 مليون دولار، 100 مليون دولار وما يجيب إلا 8 مليون دولار في أول أسبوع، فشل. خذوها من الفيلم فشل وانتهى. الأجزاء القديمة الأول والثاني والثالث كانوا يقفلون ميزانيتهم كذا بالراحة، وكل الأجزاء القديمة ميزانيتها فوق 90 مليون أو أقل من 90 مليون، ما وصلت 100 مليون حتى، وكانوا يجيبوا 200 مليون، 248 مليون. يا رجل الجزء الثاني أعتقد جاب 300 مليون، ما أعرف صراحة إيش اللي صار، ولكن ربما الإضراب والمشاكل اللي صايرة في هوليوود أثرت على التسويق لهذا الفيلم بطريقة ما أعد إنه. بس إكسباندبولز الجزء الرابع فشل ذريع، مستحيل يعوض الأسبوع الجاي. خلاص هو أول أسبوع لازم يكون في ضربة قوية أول أسبوع، بعدين تبدأ الأرباح تقل تدريجيا مع الأسابيع الثانية. anyways إذا أنت مهتم الفيلم موجود في صالات السينما، سلسلة أكشن وكذب مبالغ فيه من أروع ما يكون إذا أنت من محبي الأكشن والنوع هذا من الأفلام، وبتشوف كمية شخصيات أكشنية مليانة في هذا الفيلم وفي هذه السلسلة بشكل عام. دواليبا، ياب دواليبا المغنية دواليبا راح تشارك في بطولة فيلم من نوع جاسوسية. أوكي اصبر علي لحظة راح اشرح لك، وبجوار مين؟ بجوار الممثل هنري كافل. وات دواليبا هنري كافل فيلم جاسوسية؟ ايش هذا؟ احلام العصر ما تصير زي كذا يا رجل. لا وشوفوا كمان شكل هنري كافل، تحسه كذا جاي من ستريت فايتر يا رجل، ايش هالشيء الغريبة ذي؟ احلام العصر ما تصير زي كذا. عموما الى الان ما في الا شوية صور منتشرة عن هذا الفيلم، ما في موعد اصدار، ما في كل شيء، لسه دوب الموضوع كذا في بدايته. كل اللي نعرفه انه الفيلم جاسوسية واسمه ارجايل او ارجايل حاجة زي كذا، مش أرقيل، لا مش أرقيل، أرقيل هناك تلاقيها في القهوة، أرقايل أرجايل شيء زي كذا. 40 يوم يا جماعة، أنا عارف اللي في يدي بس 4 أصابيع بس من وين أجيب لك 40 أصبع؟ الفكرة إنه 40 يوم يا جماعة، وراح يعود لنا أنمي هجوم العمالقة بحلقته الأخيرة. 40 يوم ونودع فيها قصة وعالم عظيم جدا لطالما أحببناه. 40 يوم ونقول وداعا أتاك أون تايتن أو هجوم العمالقة. طبعا وقت نزول هذا الفيديو بتكون أقل من 40 يوم، بس في كل الحالتين 40-39-38 مش بعيدة، خلونا نقول 40، يعني بما أن وقت تصوير الفيديو هي 40 يوم. اللي بقول لكم كرسوا قلوبكم، الموعد اقترب يا اخوان. تخيلوا يا جماعة انه فيلم ذا نان الجزء الثاني واللي اخذ تقييم تقريبا 6 من 10 بطريقة ما وفي عز الاضراب وفي واحدة من اصعب الازمنة واصعب السنوات في هوليوود قدر انه يجمع اكثر من 200 مليون دولار امريكي حول العالم، بالرغم من انه ميزانيته بس 38 مليون دولار، ومش في شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، لا 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 لا، ثلاثة اسابيع قدر الفيلم يجيب اكثر من 200 مليون دولار. حدثني عن الإدارة المالية الممتازة يا عزيزي، حدثني عن التسويق الذكي، اخسر قليل
تجيب كثير. قاعدة بسيطة جدا في عالم صناعة الأفلام ما يعرف يطبقها إلا القليل جدا. في إحصائية يا جماعة انتشرت قبل فترة، مسلسل لورد أوف ذا رينجز واحد من أكثر المسلسلات اللي سببت مشاكل في المجتمع أو المجتمع السينمائي والتلفزيوني، وما قدر يلبي تطلعات لا الجمهور ولا تطلعات قراء الرواية. تقول لك الإحصائية هذه يا عزيزي الوجيه إنه حوالي 55% من الأشخاص اللي تابعوا مسلسل لورد أوف ذا رينجز سحبوا عليه بعد الحلقة الأولى أو بعد مجموعة حلقات، ما كملوا المسلسل ولا كان عندهم أي اهتمام إنهم يكملوه. ما أقدر ألومهم صراحة، أنا تابعت حلقتين يمكن ثلاثة وسحبت عليه. السؤال لك يا عزيزي الوجيه، هل أنت من 55% اللي سحبوا على المسلسل ولا من 45% اللي كملوا للنهاية؟ وفيلم سمايل يا جماعة يحصل على جزء ثاني لو كمان في موعد عرض رسمي له. على إني ما أحب هذا النوع من الأفلام صراحة، وتابعت الفيلم الأول حتى ما كملته على مضض، ما تعجبني صراحة الأجواء هذه، إلا إنه الجزء الأول جاب ردود أفعال مرة ممتازة. ومن شوية يا جماعة قاعد أقول لكم أوه اخسر قليل اربح كثير صح؟ فيلم سمايل الأول خسروا عليه بس 17 مليون بس 17 مليون مرة قليل، 17 مليون وقدر إنه يجيب أكثر من 217 مليون. أوتش. على كل حال إذا تحب أفلام الرعب تابع فيلم سمايل، غالبا راح يعجبك اذا انت من محبي افلام الرعب. الجزء الثاني راح يعرض سنة 2024 بمشيئة الله، وبالتحديد يوم 18 اكتوبر. واعلان الموسم الثاني من مسلسل الانمي سباي فاميلي وصل، واحد من الطف واجمل مسلسلات الانمي اللي ممكن تشوفها في حياتك. خذ من عندي كلام، شوية أكشن، شوية جاسوسية، الكثير من الكوميديا والأشياء اللطيفة. وفي حال انك ما تعرف شيء عن الانمي بلخص لك قصته على السريع. اب مش اب، ام مش ام، طفلة مش طفلتهم، عائلة حرفيا كلها على بعضها مش حقيقية، وكل واحد من أفراد العائلة هذه يتميز بميزة مرة غريبة وخطيرة. مش غريبة بس خطيرة، والغريب إنه الثلاثة الأفراد من هذه العائلة ما يعرفون أسرار بعض، يعرفون إنهم عائلة وهمية بس كذا لغرض ما. طفلة عندها مزايا، الأب عنده مزايا، الأم عندها مزايا، تشكيلة غريبة ما تتوقع إنك تلقاها في عائلة أبدا. عموما الأنمي للضحك والفرفشة وسعة الصدر، ورتمه مرة خفيف تقدر تتابعه وتخلص في جلسة واحدة زي ما أنا خلصت تقريبا منه 12 حلقة في جلسة واحدة، وناوي أكمل وما فيها كلام. على كل حال الموسم الثاني قادم يوم 7 أكتوبر، يعني بعد شهر وشوية حاجة زي كده. ونيجي لأهم خبر عندنا لهذا اليوم، خبر راح يعيد إنعاش هوليوود بشكل لم يسبق له أن يكون. يعني هوليوود في عز الظروف القاسية هذه أوريدي منتعشة والأفلام جالسة تجيب فلوس، بعد الخبر هذا السوق في هوليوود راح ينتعش بشكل جنوني. ياب عليكم نور، الخبر متعلق بموضوع إضراب الكتاب والممثلين. أحب أقول لكم يا جماعة الخير إنه خلاص الأزمة على مشارف الانتهاء، والاستديوهات ولله الحمد بدأت تتجاوب مع النقابة، وصار فيه اتفاق مبدأ يفترض إنه راح ينهي هذه الأزمة بمشيئة الله. ونقابة الكتاب نشروا خطاب متفائل وإيجابي جدا، وقالوا فيه كلام مرة يبشر بالخير. خلاصة الخطاب يعني لو بلخص لكم إنه تم الوصول مع كبار الاستديوهات إلى اتفاقات مرة ممتازة، وتم إبرام صفقة جدا عادلة، وراح تضمن هذه الصفقة للكتاب والممثلين حقوقهم بشكل جدا مرضي. حلو 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 مرة حلو. إلى وقت تصوير هذا الفيديو هذا الكلام اللي وصل، وبإذن الله بإذن الله راح نسمع أخبار حلوة أكثر مستقبلا. أنا إيش قلت لكم؟ ما قلت لكم المشكلة راح تنتهي؟ والله ما تطول، أوكي هي لها 145 أو 154 يوم عفوا، بس في النهاية حتنتهي. ودي أعرف أكثر، أبغى أعرف إيش قصة الصفقة وإيش التفاصيل، بس ما في أخبار لسه للحين. اللي أقدر أقوله لكم إنه النقابة جالسة تحتفل والممثلين والكتاب جالسين يغطرفوا في الشوارع، الأمور مرة زي اللوز. خبر شاطح يا جماعة، شركة أوبر قررت إنها تسوي إعلان مع الممثل روبرت دينيرو. حلو، روبرت دينيرو ممثل كبير يسوي إعلان لأوبر، إيش حيكون دور؟ والله أعلم. لا، دور إنه بيكون سواق أوبر، وبطريقة ما تم ربط موضوع الإعلان هذا بفيلم تاكسي درايفر، مع انه ما لهم علاقه بس كذا بطريقه ما تم ربطها، انه روبرت دينيرو كان سواق تاكسي في فيلم تاكسي درايفر وهنا قاعد يسوي اعلان لاوبر، وضحت الفكره اكيد انه بيقدم نفس الدور. لا، اعلان اوبر بيكون مجرد اعلان لاوبر، ما له علاقه بتاكسي درايفر. ايا كان جود لك يا عمو دينيرو. ولمحبي سلسله سكاريو الشهيره، سلسله اجراميه عنيفه جريئه يا لطيف، نزل منها جزئين، ولكن احب اقول لكم انه في جزء ثالث، او بالاحرى نص الجزء الثالث جاهز، ما عليهم الا بس ينطلقوا فيه
انتاجه. بس ايش اللي معطلهم؟ يا السلام عليك، الاضراب. هم منتظرين الاضراب بس كذا تنتهي ملامحه بشكل كامل وياخذون الاتفاقات والعقود الجديده وينطلقوا في صناعه هذا الفيلم او الجزء الثالث من هذه السلسله. وفي حال انك تحب الاعمال العنيفه والجريئه والاجراميه، عصابات، شرطه وتحقيق، شيء مرعب، شيء مرعب ودموي، ما انصح اي احد انه يتابعه الا اللي يحبون هذا النوع من الافلام. الجزء الاول بالتحديد انا اقدر اضمنه لك لاني شفته، فيلم يا لطيف مره رهيب وعنيف ومخيف وكل شيء صراحه. الجزء الثاني باقي ما تابعته، ولكن برضه الجزء الثاني جاب اراء وتقييمات كويس. على كل حال جرب وشوف السلسله هذه ممكن تناسبك، والجزء الثالث غالبا راح نشوفه في نهايه 2024 او في بدايه 25. والممثله جيمي لي يا جماعه تقول انها على استعداد تام انها تمارس الضغط، تضغط على نتفليكس بحيث يخلوها تحصل على دور في مسلسل ون بيس الواقعي. طيب وش الدور يا وجيه؟ يا سلام عليك، حلو انك سالت. الممثله تبغى دور شخصيه دكتورينا، يعني كلنا نعرف دكتورينا تشوبر جزيره الطبل، ياب هو ده. حاطه عينها على الشخصيه تقول بإذن الله راح أسعى جاهدة إني أحصل على هذا الدور، بس أنا الحين مش فاضية، الإضراب والمشاكل حق الكتاب بس تخلص وبنطلق في مهمتي. جيميلي دكتورينا It works for me صراحة. أنت إيش رأيك؟ شوف الدور لايق عليه ولا لا؟ وفيلم جديد يا جماعة يحكي قصة الفنان بوب مارلي، وقادم بالتحديد سنة 2024 وفي شهر فبراير، يعني احسب لك 5 شهور زي كذا، وراح يكون من بطولة النجم كينغسلي بن أيدر. وحطوا في بالكم حاجة يا جماعة، بوب مارلي عنده قصة مرة 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 رهيبة، فهل يا ترى راح ينجح هذا الفيلم في إظهار القصة بشكل ممتاز؟ ولا راح يجيبوا ام العيد؟ جزء كبير وعبء كبير يقع على اكتاف الممثل اولا، وجزء وعبء اخر كبير برضو يقع على كتابة ونص الفيلم. ويب اكيد الفيلم راح يكون مقتبس من القصة الاصلية، لانه الفيلم تم تصنيفه دراما وموسيقى وسيرة ذاتية. ننتظر ونشوف. مسلسل سوت، مسلسل زمان بدأ سنة 2011 وانتهى سنة 2019 وله قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، مكون من حوالي 134 حلقة موزعة على 9 مواسم، لكن هذا ما يهمنا، المسلسل غني عن التعريف وشهادتنا فيه مجروحة. الغريب انه المسلسل كذا فجأة بوم ضرب، مشاهداته ارتفعت، تخيل انه جاب 30 مليار دقيقة مشاهدة كذا في نتفليكس، ايش في ايش صار ما حد داري، حرفيا ما حد داري ليش ضرب المسلسل كذا فجأة. ما تابعته؟ أح عيب عليك، مسلسل سوتس يا ولد. أنا اللي مقصر في متابعة المسلسلات وما أحب أتابع مسلسلات كثيرة، تابعت منه حوالي 4 مواسم، أنت إيش منتظر؟ وناوي أكمل، والله ناوي أكمله يا أبويا، قصة رهيبة وشخصيات رهيبة وممتعة وكوميديا وكذا نجاسة وساخة المحامين، شيء رهيب. اسمع كلامي وحطه عندك في الليسته، ما عجبك اسحب عليه، اتس فاين، بسيطه الامور، الحياه بسيطه. وفيلم ذا اكولايزر الجزء الثالث للنجم الكبير دينزيل واشنطن قدر انه يجمع اكثر من 148 مليون دولار امريكي في شباك التذاكر العالمي، علما انه ميزانيته مثل ما قلنا في الفيديو الماضي حوالي 80 مليون او بالتحديد 70 مليون دولار. كسبان؟ اها كسبان ونص تستهبل، وزيدك من الشعر بيت، لو ما حصلت لك فرصه انك تشوفه في السينما، او اذا انت من الناس اللي ما تحب تروح السينما كثير مثلي، في بدايه الشهر الجاي راح ينزل فيلم ذا كولايزر الثالث بجودات عاليه على الانترنت بحيث تتابعه من اي مكان يناسبك. تابع من الجوال يا بني، انا حقعد خلاص تابعه من الجوال، الله المستعان. اقول لك حاجه، تابعه بجوده كام بكيفك. ريبوت لمسلسل ذا اوفيس، واي ليه خلاص قفل يا شيخ قفل، كفايه اخبار اليوم كفايه. الله يعطيكم العافيه يا جماعه، هبلوا لايك واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعل زر التنبيهات، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان معكم الوجيه، شوفكم في الفيديو القادم.